احنا في حديثنا اليومي نسمع برشا اللي شباب توا ما عادش يقدروا ما عادش يحترموا التربيه نتاع قبل الخير. بطبيعه احنا ماناش نعموا، يعني ماناش نحكيوا على الفئه تاع شبابنا المتربين المتخلقين اللي في على مستوياتهم، نحكيوا على فئه معينه. علاش ولينا نقولوا هكا؟ والله انا شنو نقول لك، نرمي اللوم على الامهات اللي ما تعرفش مثلا تربي صغارها، خاطر يقول لك اذا صلحت الراعيه صلحت الراعيه. كي تبدا لوم ما شاء الله سنديده وفحله وبلف راجل، يطلعوا صغارها سوى بنيه سوى وليد. راه الراجل قداش منه عايش اختي، يخدم يندب على سعده يدبر في راسه. اي بالحق، قداش منه قداه مخه مكسر، يا جلوشي مسكين يتلهي فك اثنين فك ثلاثه اللي عنده كريمي ذو ومستلزماتهم. ومن بعد اختي تقول لك لا انا ولادي مش متربين بهم. لا يا للا، انت كان تخدم توفر وقت باش تربي فيها صغارك، وكان ماكش تخدم تتلهي اختي بصغارك. فما رجال كي تقف قدامهم امهاتهم يهبط على ركيبه، هذا اللي نعرف انا. امك ثم ابيك. لهنا نولي ويلزم تكون الام صالحه وبنت اصل ومقديه باش تنجم تربي، سينا مش لازم عليها تجيب صغير ولا تجيب حتى شطير. اي والله فاش قام اختي تكثر رميت المسؤوليه للام انت. يا لا الام اختي ما دوب جابتهم، الام جابت وتعبت عليا وتهز وتجيب وتقري وتوري وتقف قدام المكتب وتمشي وتفرح كي ولدها يطلع حاجه باهيه. يعني لهنا تعب لشكون يرجع؟ للام. والراجل يشكر الام الصالحه اللي هي ربت الصغار. هو يعجلوش اختي مسكين، يا يخدم يا يدبر في راسه، يا الله اعلم بيه. يا تو يزيد يكمل يدخل معاها للكوجينا يغسل الماعون ويغسل الصابون وكهو عاد، ونقولوا يلزق ويزيد يربي معاها الصغار. صح عليه المسيو. اي والله بالحق، ليه مش هكاك؟ على خاطر فما لوجيك، ربي صغيرك انت مرات، تربي صغيرك سواء انثى والا ذكر، ربيه اعرف كيفاش تربي. وهو هكا كان فما حويجه هكايا مثلا نتاع سايبه مثلا شويه ولا خليه يلعب شويه ولا هذيك التدخلات. اما باش تتدخل يبدا هو مروح نص الليل وانت يا اختي تحل باب مثلا، ولا الله اعلم، ولا ما نعرفش برشا حاجات فهمت. بعد تقول لي بو لا ماهوش البو، المراه هي المسؤوله على صغارها عندي انا. ثم علاش نلاحظوا الملاحظه هذه؟ لانه شباب بالطبيعه يعني تو نحن كنا الشيء اللي تربينا عليه يعني مع اجدادنا كل شيء، يعني تربينا على الاخلاق وعلى القيم. يعني تو بعض الشباب تلقاه مفقود الاشياء هذه، ما يحترموش الكبير مثلا. تو نطلع في الكار، نطلع في المترو، في الشارع كيما هكا، يعني تكلموا كلام باذيه وكذا، ما يحترموش. حتى كي تجي باش تنهيه تقول له راه ما يجيش هكا، يقول لك ايش يهمك انت. بينما نحن كنا صغار، تو انا عمري 52 سنه، كنا صغار. يعني كي يجي واحد كبير يقول لك حتى يضربك ما ترد، ما تهزش راسك ليه جمله. هذا يعني الشيء، يعني حكايه هي بالاخر يعني حكايه قيم اخلاق. يعني الشباب تو تحس البعض منه، ثم المتربين ما شاء الله عليه، لكن تحس يعني ثم البعض منه تنقسم يعني القيم الاخلاقيه. يعني خاطر نشوفوا فيهم في تصرفاتهم، في كلامهم، في حتى في المعيشه نتاعهم. ما عادش كيما احنا كنا قبل مثلا نحشموا كي نتكيف، معناها صغير يتكيف ولا ما يقولش كلام زايد قدام والدي. هذا الكل ولينا نسمعوا فيه، هذاك ولينا نعرفش نقولوا توا مش كيما قبل. قبل ما كانش، كانت الحشمه صحيح، كانت العباد تخاف من والدها وتحكر الجار، وتو ما تشوف في الشارع يبدا يسب. ما يتحترمش مرأة كبيرة لا في كار لا في الشارع، يقول كلام زايد عادي، تكيف قدام جارته عادي، قدام أمه، قدام معناها ما عادش فما قدر. مش قبل كانت العباد مثلا كما في جيلنا احنا جيل السبعينات مثلا، واحد ما يفيقش بوه يتكيف جملة. تو يشعل قدام بوه السيجار وعادي، ويقولوا اعطيني باش نشري الدخان، وكان عجبك زاده من فوق. بالطبيعه هما باش نظرتهم للشباب تتغير، قلت الكل كيف. قبل فما تربيه واخلاق وخير من توا. عليها وحتى توا فما شباب تبارك الله متربي ومثقف. نعرف فما برشا، اما ساعات والله تمشي في الشارع ما تمشيش مع ولدك ولا بنتك ولا ابوك، ما عادش تنجم تسمع في برشا كلام، ولا برشا كلام خايب. نعرف فما برشا وليدات متربين، اما بلخي. بيه انت كامرأة مثلا في الشارع تسمع كلام زايده؟ اي بقله مثلا، بالاخص في الاحياء الشعبيه. راه طب مثلا هكا في سنتر في ما تلقاش تهور. علاش؟ خاطر العباد ما تعرفكش، ما انت بيدك ما تركزش معاها. مي في بلاصه انت تعرف فيها العباد وتشوف كيفاش يتصرفوا قدامك ويعرفوك مثلا انت هذاك ولد فلانه، ولا معناها ما يقدركش وقتها، فهمت فيه. تصير حتى وانك مثلا انت متعديه ويعرف ويشوف امراه متعديه ويتعمد انه مثلا يقولها
والله انا يعني ما صادفتش انا حتى كان الناس ما نركزش، اما ما نتصورش خاطر شافني انا باش يتعمد، هذيك هي اللونجاج في شخصك، اما المهم امراه ومتعديه معناها. اي لا هم امراه متعديه ما يهمهمش، ما يهمهمش عادي جدا. مش راه حتى الشباب راه نجم تكون حتى خضار، انا دغني غمو حصرت لي هكا مع خضار. ما قدرش معناها هكا بدا يقول في كلام زايد قدامي عادي على التليفون وقتها يسب للي انا مشيت ما قضيتش من عنده معناها خليته ومشيت ما قدرنيش انا مراه واقفه قدامه فهمت قول في كلام يندى له الجبين معناها موجود عند كبار وعند صغار من عام نقولوش كان عند الشباب راه هو الشباب منين يسمع فيه ورا برشا مرات قلقت والله برشا مرات نتقلق تسمع برشا كلام بذيل برشا كلام خايب تسمع والله العظيم ما عادش نجم تمشي في الشارع مع ولدك ولا ابوك ولا اخوك ما نجمش. تربيه الاولاد حسب رايك انت هي من مسؤوليه الام والبو كهو ولا العائله معناها الخال ليه والعم والجد والجده ينجموا يتدخلوا مثلا؟ لا الام والبو عايشك الام والبو العائله الجد والجده يتدخلوا يجيبوا كادو مثلا يستدعوهم في مناسبه في رمضان مثلا في العيد هكا هو نتاع محلى وليدي فضل وليدي والا دعوات باهيه منهم خاطر كبار وربي يقبل منهم دعوه باهيه اما باش تدخل روحها مثلا خاطر في الاخر شكون باش يبقى يعاني؟ الوالدين والصغير فهمت يعني الام الاول عايشه اختي اللي عندها صغير تستحفظ عليه وتوريه وتقريه وتكبره باش من بعد ما تبقاش يا ليتني نزيدو نجيبو لهم امراه تربيها ما سامحني عايشك المراه بالنسبه لي انا المراه لازمك انت تكوني واقفه مع صغيرك لازمك انت توصلي للي يكبر للي يبدا بصغاره انا للي يبدا بصغاره ونبدا معاه لي لم اي فما برشا نسي برشا كبروا يخدموا عليهم في الديار اختي ويغسلوا عليهم في الصابون وفي الدار وتقولك انا ولدي ما نخليه حتى حد ليه عايشك المراه هذه مسؤوليه الاولياء ثم البو وثم الاب يعني كي ربوا يعني ابنائهم على القيم وعلى الاخلاق يكونوا متربين وبعد ثم المدرسه وبعد ثم الليسي وبعد ثم الجامعه يعني تو هذوما على الاقل اذا كان ممكن الام والبو فيهم وعليهم لكن المدرسه ما ثماش يعني أكل الانضباط نتاع قبل وكل المبادئ وكل شيء ما عادتش الانسان يعني معلم ولا استاذ يمشي يؤدي وظيفته ما يهموش يعني في ما ينبهوش يعني كذا وثاني حاجه يعني التربيه الاسلاميه اللي هي يعني تنحى جمله يعني من التكوين يعني ما يكونوش على التربيه الاسلاميه اللي هذيك هي يعني لب الاخلاق والقيم. انت شو عامله مع الاولاد؟ انا عندي وليد ان شاء الله ربي فضله وربي بقي عليه الستر الحمد لله هاني وراه اللي نحكي لك فيه هذا هو اللي ناتج عني هاني وراه نوصل نقري نوريه الحرام والحلال وكها وربي ان شاء الله معاه وربي يستر هذاك عينيا اللي نشوف بيها ربي يفضله لك. ترى تربيتك فيه جايبه نتيجه؟ الحمد لله ولدي اللهم صلي على النبي تربيتي فيه جايبه نتيجه بقدره ربي من كبارات البلاد بقدره ربي. قداش عمره؟ اي عمره 6 سنين. لم انا اللي واقفه وانا اللي تعبه وانا اللي حارسه نوري ونقري المسيو شنو هي دوره مثلا يخدم مثلا يجي يلعب معاه مثلا هذاك هو شنو باش يعمل يغسل الصابون يغسل الماعون يجي ربي يقريه دروسه معايا مثلا يهزوا للمكتب قدام المكتب يقف يستناه حتى لين يروح هذاك هو يلزم يلوموا عليك برشا نسيره ليه علاش؟ لازم المراه تكون هي تربي صغيرها على كيفها باش نهار اخر تقول لك هذاك ولدي سمع كلامي بنتي سمعت كلامي. انت مسيو في اعتقادك مع انه العم والخال والخاله والجد والجده يتدخلوا في تربيه الطفل او تقول انت خلي امه وابوها كهو يتلهوا به؟ لا يلزمهم يتدخلوا عندهم جزء من المسؤوليه بصفتهم هذوكم يعني يعتبر حفيدهم يعني من حقهم باش يرشدوا باش ينصحوا عندهم يعني يلزمهم يتدخلوا اما تدخل ايجابي ماهوش تدخل سلبي. الحكاية هذه متاع التدخل العائلة الموسعة كما نقولوا ما زالت موجودة؟ البعض ثم شكون يحس بالمسؤولية وثم شكون يقول لك شامني فيه عنده أبوه وأمه ما يهمنيش فيه أنا جبته ونسيته يعني حكاية كل واحد هو المبدأ نتاعه وهو يعني ثم شكون يقول لك ما يسالش يعني ندخل ثم شكون يقول لك أنا إيش دخلني فيه كذا كيما نشوفوا في الشارع مثلا واحد مثلا يشوف نشال واحد يشد ويعيط له للشرطه والاخر يقول لك تفسرت حتى البارح في المترو وغد يقول لك ايش يهمني فيه بحذاء حل يعني الساك نتاع بنيه هزل المرايات نتاعها ولا واحد كلمه هو المترو يعني معبي هيك وكذا هذه الناس تتهرب من المسؤوليه. الوالدين نورمال خاطر يخدموا ما عادش لاهين باولادهم يشوفوهم في نص ساعه في الليل وساعه ما مش قبل الام والبو ديما مع الوالدين ديما يبداو معاهم
انا عندي بنتي تبارك الله ما تسمعش منها كلمه خايبه بالكل، خاطر ربيتها على التربيه اللي راه تربيتنا بها امي وبابا وناس قبل. شنو كنت تحدثها، شنو كنت تقول لها، كيفاش توجهها؟ معني نوجهها نقول خلطه، ديجا الخلطه هي راهي اللي تعلم برشا حوايج، وتحترم الكبير، تقدر الكبير، تقدر الصغير، تحترم. كيفاش نجموا نخلقوا جيل صالح؟ نخلقوا جيل صالح يلزم نوعيوهم، نحكيو معاهم، نناقشوهم، نوريوهم الثنيه الخايبه والثنيه الباهيه. والله يتفهموا هما الوليدات، هما الوليدات يتفهموا برشا والله العظيم. كي توجههم انت تعرف كيفاش تحكي مع صغيرك، يتبع الثنيه الباهيه، تقول له هذه ثنيه خايبه، هذه ثنيه باهيه، يتبع يتبع. انت لو كان يجي قدامك شاب مثلا وغلط وقال كلام ولا حاجه، كيفاش تصلحوا؟ كيفاش تبدل له رايه معناه؟ ولا ننصح نقول له فكر في امك قبل كل شيء، فكر في والديك، انت بالكلمه الباهيه تلحق الرحمه لوالديك. نوجهه نحاول كيفاه نوجهه ونصلحه ونقول له ربي يهديك، والتربيه والاخلاق هذوك ما فوق منهم حتى شيء. جيل صالح عايش اختي، تنجم انت تسكن في حومه شعبيه، يطلع ولد قاضي ولا محامي ولا الله اعلم، راه هاو عنا نحن قضاة ومحامين وبنات، اللهم صلي على النبي، اولاد زاده كيف كيف. اما انت تعرف وين تحط صغيرك، يعني تراقبه مثلا، مش اللي تصدم عليه وتعمل له الفضايح قدام صحابه مثلا، ولا تجي تحرجه قدام اصدقائه. اعرف انت من دارك كيفاش تربي صغيرك، باش تلقاه في الشارع وتلقاه نهار اخر مع الصغار. نتعاملوا مع الجيل الصغير هذا بلطف وسيس، حتى كي نشوف واحده غلط ما نلعلوش ونطلع عليك ولادك، ليه؟ ايجا ولدي راهو هكا راهو عيب راهو ما يجيش، تو هو وحده صغير، خاطر صغير مازال يطور روحه ومازال يحب روحه في الافضل والكل، مش يعني نطلع عليك وما نشكي بك وما نعمل لك وما 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 وما، يقزمك الصغير هذاك يزيد ينقم على الكبير ويزيد حتى كي يعرضه يعمل بالعاني به، والله ما نزيد نقول، والله ما نحقرم، فهمت؟ الكبير الكبير ثم الكبير ثم الكبير.